رجعنا لكم في الجزء الثاني من ديما لاباس. معنا فوزي بن قمرة. بعد شوية باش نسمعوا مورسو آخر ممتع، ولكن حوار النار. الحوار ينجم يغشو، ما ينجم يجاوبش على حتى سؤال، ينجم حتى يسوبريميه السؤال، معناتها حتى كان غشو ينجم يسوبريميه ويتمنطى. هو حر كضيف مبجل حوار النار. السؤال الأول فوزي، ش قولك في صوت الفنان الشعبي وليد الصالحي؟ في بالك اللي هو ماخو في خاطره منك؟ مرة تجبد اسمه في قاعدة وانت قلت شكونه هذا ما نعرفوش. أخوي ما والله ما عنديش بيه. واعتبرها إهانة، هو يرى روحه معروف برشا وهو نجم. انت قلتها بالعاني؟ والله ما عنديش بيه اتصال، وما سمحتش وما الفرصة ما سمحتش باش نشوفه وراه، فما عنديش علاش باش نتكلم فيه. وأنا أصلا ماهيش ماكا قاعدات أصلا باش نتكلم في الناس، باش نتكلم في اللي عجبني وما عجبنيش. ما قلتهاش هذه؟ يا ودي انا ما نعرفوش اصلا، انا عمري ميته. كيفاش نتكلم في واحد عمري ميته؟ كيفاش نعطي في رايي في واحد عمري مريته؟ كيفاش؟ سي بيان، وي باهي كي وانا احترمه جدا. واضح. الفنان نوردين كحلاوي متغش عليك، لانه عمل عمليه وما زرتوش وما سالتش عليه. والله احنا عائله في بعضنا، هذيك حاجه تخصنا احنا. ولد خالو انت؟ انا ولد خالو، ولد عمتي. هل انت من نوع اللي ما زارنيش كي مرضت ما نزوروش كي مرض؟ لا لا، احنا عائله في بعضنا، نزور وما نزوروش بعضنا عائله. سمير الوصيف انت وياه تصفيتوا وليتوا حبيبات وعملتوا غناية في نسمة، ما كنتوش برشا أصحاب في التسعينات وكنتوا تتنافسوا، هل صحيح أنه قبل؟ وخلينا شوية نوستالجي وضحك، في التسعينات كي فوزي غني في جبل الأحمر يهبطوا جماعة سمير يفسدوا العرس، وكي سمير غني في باب سويقة يجيوا جماعة فوزي يفسدوا العرس، كان كيك الجو؟ لا لا، هذا حكاية غلطة جدا. شنو يا أخي؟ ما كنا ملايكة، ما يفسدوا بمعنى يبلبزوها شوية، شنو معناتها؟ تو أنت سألتني وجاوب وحدك؟ لا معناتها يا أخي تحب نجاوبك، أنت تحب نجاوبك كما تحب أنت؟ لا تفضل. ماك سألتني ولا؟ نعتذر تفضل. قلت لك لا والله، لا والله عمره ما صارت، عمره ما صارت. لا أنا غنيت في حومته شنو، ولا هو غني في حومتي؟ يستحيل. هو جي غني في حومتي عزيز مكرم، وأنا نجي غني في حومته. ما كانت فما منافسة بيناتكم؟ كانت منافسة شريفة متاع خدمة، مش المنافسة فيها كره وفيها امور سلبيه، لا كانت منافسه، ولابد ان تكون منافسه بين الاجيال اللي قبلنا وبيننا احنا وبين الاجيال اللي بعدنا. اذا كان ما تكونش منافسه ما عملنا شيء، يولي الانسان متربى على عرش وحده في اي المجالات وما معاش منافسه ما نجمش يبرز. فهذاك عاش هو برز او انا برزت على خاطر المنافسه موجوده. اما انا بالعكس نحبه برشا تحبوا برشا. في تفينت والد عازف مزود، كنت شد الميكرو وتدعي، وفجأة وقدام الناس الكل طلبت السماح من سمير الوصيف، علاش؟ كيفاش كيفاش؟ في تفينة متاع والد عازف مزود، كنت شد الميكرو وتدعي وقدام الناس الكل طلبت السماح من سمير الوصيف، صارت ولا لا؟ لا يا ولدي. وشنو سامحني، في جبانة واحد في الميكرو في يده في جبانة؟ أي تدعي وميكرو أي. وراش بالميكرو علاش؟ عمري ما جيت ميكرو في جبانة. سمحت ما صارتش هذي، عمري ما جيت ميكرو في جبانة. تو مش مشكلتنا ميكرو يا فوز. لا ما نبداو الحكاية من البداية. تي نعرف مش عارف الحكاية مش حقيقية. مادام ضربت لي الميكرو سيكو فما صحة متاع لا حكاية. والله لا والله ما شنو ما سمعها شنو؟ بتيتر تغششت وقلت كلام في بعضكم. لا لا أنا أعرف ما قلت فيه شيء وهو ما قال فيه شيء. رجل فاضل عزيز وغالي وكنه له كل الاحترام والمحبة الزوز. لو كان باش تنصح سمير الوصيف اليوم شنو تقول له؟ لا ننصح روحي، ما ننصحوش، ما يسحقش ننصح، هو ينصحني انا. انا ما ننصح حتى حد، خاطر انا مستحق ننصح. فنان بأتم معنى كلمة. وفاوش الأسلة. هل صحيح انه لا لا وفاوش الأسلة. مازالوا ريت عاش غايب من التلفزيون عندي مدة باش ما نحبش علاش تو؟ حطيت لي شان
سخت منه ياك بس عندي اربع سؤاليات في برك اي مازالوا عاد فوزي لا زيدي واحد برك ويزي في برك هل صحيح لا 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 خاطر انا جيت باش نغني مش باش نتكلم يزيني ما تكلمت الحكايات كل السادة المشاهدين يعرفوهم كلهم كلهم يزي انا جيت عندك انت قرابة 10 مرات هل صحيح انه غنيت امامية ها عملتها على بنتك سليمة اللي قريبة منك برشا اي صحيح ربي يفضلها لك ربي يفضلك وقريب باش نفرحوا بها ان شاء الله باذن الله سامعني ان شاء الله ان شاء الله في الاشهر الجاية لا لا مازال شوية مازال مازال هي توا الان تقرا تكمل في قريتها ان شاء الله وباش تكمل ان شاء الله تاخذ يعني الاجازة نتاعها وتتفرغ ممكن تحل مشروع ممكن تكمل تقرا ممكن ما نعرفش شنو تحب بالضبط هي وفي بالك اللي صوتها مزيان برشا نعم وان شاء الله ربي ينجحها ويفرحها ان شاء الله و لا 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 وتنال ان شاء الله اعلى اعلى المراتب لحظه لحظه قلت لك في بالك اللي صوتها مزيان برشا لا ما تبريش لا لو تغني فانها تكسر الدنيا تبدع لا مش مش هسبون لا 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 صوتها مزيان اي مش سمعت وانا اي اما مش هسبون اما ان شاء الله ربي ان شاء الله ينجحها في الدراسه نتاعها وفي شيء اللي تحبه هي وربي ان شاء الله يعطيها ما تتمنى بالنسبه ليك القرايه اهم الفن نعم بالنسبه لي انا مدامني حي خاطر انا نشوفها كعبة ديمونت عندي انا وكعبة ديمونت الغالية اللي عند الصاغي اللي متمسش باليدين الداخل يجبد باكو وباكو 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 باش يجبد الكعبة ديمونت ومدالك هكاكا سليمة بنتي فانا يعني نتمنى لها كل الخير ونتمنى لها السعادة ونتمنى لها اعلى المراتب ان شاء الله ربي نجحها وربي يفضلها لك عايش خويا الغالي كي نقول لك اختك حفيظه الله يرحمها الله يرحمها ونعمها ان شاء الله في الجنه يعني غادرتنا غادرت شنو الحياه شنو تفكر وعلاش وفاتها اثرت فيك برشا غادرت الحياه وهي صغيره ما استمتعناش ببعضنا عندها فوق 30 سنه متوفيه فهمت ما استمتعناش ببعضنا فهمت ربي ان شاء الله يرحمها ويرفع درجتها في عليين يا رب ربي يرحمها فوزي مع سؤال اخر عندي لا لحظه لحظه يا فوزي بشوية عاد خلينا نخدم على روحي نحب نغني باش نعمل جو انا باش نغنيو اي تبارك الله اليوم بالصغار والكورونا والخدمه لاباس اش معنى لاباس معناتها ماديا لقي روحك شو ما نجيش الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين انا قلت لك يعني الحمد لله رب العالمين أو الأستاذ مروان موجود قاعد نغني ونسجل ونخدم ونصور بالكريدي وانت فهم بقية واضح يعني ما شاء الله واحد عنده ذرية ما شاء الله الكلهم يقراوا الكلهم اتيودات الكلهم مصاريف والكل في ظل التسعة شهور ذمة ولا العام ذي الصعيب برشا تقولي كيفاش نقول لك ربي سبحانه وتعالى هو العالم وربي سبحانه وتعالى هو أدرى بنا وأدرى بحياتنا ولادك ربي فضلهم والمدام واقفة معك على الأخر المدام هي الحيط اللي أنا باش نتك عليه شفت هذا المدام وأنا نحب نشكرها ونشكر كل واحد عنده امرأة واقفة سند كل امرأة ربي سبحانه وتعالى كل واحد منا رزقه بامرأة سند واقفة وراه فيحمد ربي سبحانه وتعالى ويشكره ويعمل سجدة كل يوم شكر لله رب العالمين فالمرأة إذا كان ما تلقاهاش وقت الشدة أستاذ نوفل ووقت المواقف ووقت اللي حاجتك بها شو عملنا؟ ربي إن شاء الله يفضلها وربي يفضلها ما عندها إن شاء الله وربي إن شاء الله يعطيها ما تتمنى إن شاء الله ربي يفضلها لك هاي. ما عنديش سؤال عندي حاجة نحب نوريها لك وباش نقول لك نحكيو عليها الفازة ولا لا كان لا نزابي وما يشوفها حد تفضل هذه هي؟ لا ما تتغشش راه انا ما نشوفها حد كان انا وياك. اي كنت تعرف باش تغش علاش؟ علاش؟ ما غش يا اخي انا وياك. لا اي حد كان تعرف باش تو ما لقيتهاش شنو هي؟ حتى انت كنت تعرف باش تغشش. انت ما تغشش انت قلبك كبير. شكون هي؟ ما تعرفش لا لا ما عرفش ما تغششش الزوز. اي لا 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 ما نحكيش مادام اي انا ما نعرفش وما تغششتش لا ما تغشش يا اخي انا نقصد الغش غش بالحق صحيت برا امشي لانك ما نجمش نكمل نحكي فيه الموضوع لانك انت ما عرفتش والله ما عرفت وما تغششت خاطر باش نغش حاجه ما عرفتهاش
اي مش قلت اخر سؤال؟ اخر سؤال نمشي توا اليوم السفسيري ونكلمه شويه حوار. فوزي يوم السفسيري فوزي من الكاميرا. يعطيك الصحة فوزي بن قمرة، استمتعنا معك الليلة، استمتعنا معك الليلة. ترى باش نعطيك أخبار بسرعة، قل لي يهموك ولا ما يهموكش، نشوف الأكتواليتي. لا شنو هو توا عادي فوزي بالله باهي سامحني. استنى استنى، الطقس غدوة 30 درجة سافا، نزلك على الطقس تعومة وقتها تبحيراتنا غير ملح غير ملح شوية حوت شوية كذا. أنا خبر الفنانين ستطلق تلفزة جديدة ثقافية، يهمك ولا ما يهمكش الأخبار؟ طبعا مادام يهم الثقافة. الزيادة في سعر السكر ب 250 مليم، يهمك ولا ما يهمكش؟ حلو فاز باش نقصوا من ماكلة السكر. اي المرأة قالت غلطت هكاك في الإذاعة. اي علاش قبل وقت هذه النويرة كانت الناس تزيد بالدور وبالفرنك وبكذا ويحافظ على جيب المواطن، توا ب 250 فرنك وكل شيء يقوم تقوم كل شيء كل يوم يزيد. اي كتاب يعني تمشي للمغازات الكبرى اقسم بالله نقضي كل يوم انا شيء كبير. تعرف مسكين الزوالي انا وفلا والله اقسم بالله رب العالمين. تعرف احنا ال 11 سنه هذوما اقسم بالله
انا عندي فكره انا اي عشان تحب نختموا بها الفازه ولا أي. الفكره ولا نقولها توا قولها توا قولها توا قولها توا مسيت اي خويا احنا وقتاش بدينا معني وما انا عاد اشنا اي مش باش نبكيو على الزمن القديم باش نقولوا على بن علي مشى لا لا باش نبداو من نهار اللي بدينا نعانيو منذ العام الاول 2011 2011 نقول مثلا نهار شنو مثلا 15 جانفي 2011 نهار 15 جانفي 2011 باهي شفت الشيعة في العاشورة ثم نوع كيفاش بداو يخرجوا في الشيعة وبسكاك انه بسواطر بداو يندبوا الدم هابط احنا كرنا كل 15 جانفي نخرج الشعب التونسي نندبوا على سعادنا وايامنا اللي صار فينا من الحكاية دي أنا هكرة 15 جانفي نخرجوا نندبوا شعب كامل على النهار ذاك الكلب اللي شفنا هذاك ولا قول هذاك ولا قول شو تحب والله أما خارج من الجويجي لا نوفل اليوم في الراديو نسمع ما عادش ثم تبقى وسطها نوفل الزوالي قريب باش يخرج حافي حافي وما عادش لاقي باش يخرج حافي شنو أخويا؟ شنو هو؟ معناتها ولاو حاجات أساسية لوكس باش تشري كيلو تفاح حلمة تفاح؟ اي برك ما عادش تعود نوفل التفاح 13000 يا نوفل التفاح يا نوفل كيلو طماطم ب 2300 في تمك السخانة في تمك السيف راهو مش معقول راهو عمره ما صارت عايش خويا مان هاي تقول لك اللي مات بتاع بيوت مكيفة مش في وقته باهي وتوا مش وقته اي همان مع تسلطه مشوي باش تصعب علينا لا ما كانت ارخص حاجه هي الشكشوكه لا تولت اغلى حاجه هي الشكشوكه نوفل مع وين الضرب الضرب قواه ضرب اتودات وقضيه وقضيه يقول لك حاجه انت عندك اربع خمسه وليدات في الدار اي بفطور السباق ايش تكلف لك اش تحب لهم حليب اش تحب لهم باكيت اش تحب لهم زبده اش تحب لهم شاميه اكتب شويه كروسان هذا كان عندك معاش الحليب كل يوم ومن بعد باش يخرجوا يقراوا لك تحب لهم مصروف ومن بعد الاربع ثلاثه عندهم اتيدات عندهم الفرنسيه وعندهم الانجليزي وعندهم تكنيك وعندهم الفيزيك وعندهم اللغات وعندهم ومن بعد ضوء الماء ضوء الماء الكهرباء السيرونس ما ادري شنو هو واو صحيح هذا مواطن عادي كيفاش عايش لا وحاجه اخرى كل واحد شد منصب ما ثماش مراقبه ما ثماش يد تضرب بالحديد نوفل باش يوقفوه الطياره هذيا نتاع الغلاء الشيء ماشي لقدام وناس قاعده تغلي والاحتكار وال يعني صحيح كل شيء ممكن حاجه تكون ب 2000 تولي ب 8000 وعادي نوفل دبوز شامبوان تو تقاه بسوم ثلاث ايام اخرين في الجراس سيرفاس تلقاه بسوم اخر قلب صابون تلقاه بنوا تلقاه مش معقول نوفل احنا الدوله نتاع فلاحه نجيبوا في البصل من برا والطماطم والفلفل من برا والروس المغشوش والدراع المغشوش والدم المغشوش شنو اللي مازال ما غشيناش فيه امان احنا الدوله نتاع نجيبوا وصفات من برا اللي احسن نوعيه وصفات في العالم تونس احنا الدوله نجيبوا في الطماطم والفلفل من برا هكا صحيح اي كل شيء غش كل شيء قلت اليوم في الراديو الطبقه المتوسطه ولا تشكي ولا تضعضعت الطبقه المتوسطه يعني فهمت حطت للفقر والفقر والاغنياء ولا يشكيوا علاش من المعاناه اللي قاعدين يعانيوا فيها مسكين فما بالك اللوطاني هذاك اللوطاني بكل هذاك صحيح صحيح معناتها انت تخالط عبيد وتدور وتحكي وتعاون انا ندور في مرشي من الصباح من نقوم يعني انا احنا متقسمين الادوار في الدار شيء في الدار اللي لاهي بالتربيه وبالقرايه وانا لاهي بالشارع كله فهمت فقاعد نشوف وقاعد نشوف في كل شيء نقضي يعني شنو هذا شنو وين ماشيين ما ثماش رقابه ما ثماش رقابه على حتى شيء بالحق ثماش رقابه على شيء لازم يعمل حد لا ما ثماش رقابه تو مثلا وتبيع نحكي مع واحد انا في باريس على حرف البحر تبس بافيت يا نوفل اخويا وبوليسيه حرف بحر رقابه 135 اورو وانت قاعده حرف بحر لازم تلبس بافيت بام بداو نحيوا الجمعه دي الاسبوع دي البارح والبارح اما البحر لابس بافيت وتكون انت يعني مواطن صالحه انا ما عندناش انا اللي يخرج برا في الليل يخطيه ب 50000 فرنك تشنين 50000 فرنك عند برشا لا كي ما تضربوش بختيه كبيره والردع هي ما زاد الوعي مش ردع ما نجموش نعملوا بوليسي كل مواطن احنا مش واعيين احيانا اي منين احنا ما تجيش هذا بوليسي باش يتبع المواطنين سامحني ما احنا ناس نخالفوا القانون ناس مجعولين باش نسرقوا وننهبوا ونخالفوا القانون شنو يلزمنا نسيبوا على طريق درانا يلزمنا وعي الردع ولا الردع ما هكا هو الردع مش تضرب لي بالعصا تلقى سوق الردع لا لا الردع تعمل لي قانون بافيت القليله فرماسي تبيع ب 700 وفرماسي تبيع ب 800 وفرماسي تبيع ب 500 وفرماسي تبيع ب 1200 شنو هو؟ صحيح شنو هو؟ كل واحد
بكو دخان حتى شيء ما عاد موجود. الدويات اشترى الدويات كل ما عادش موجودين، حتى شيء ما عاد موجود. انت تو مازال تو مازال المواطن يشري كهرباء، ياخذ يشري كهرباء، ما عادش ما عادش خلط. مش سياره شعبيه اشترى ربع شعبيه حتى بدو شوفو، ما عادش خلط الواحد. شنو هذا؟ الناس ولات تاخذ في القروضات باش تخلص الماكله ولا القرايه، باش يخلص القرض اللي قبله. اي معناتها ما عادش قرض باش يشري، لا لا لا, لا. شويه القرايه وشويه المصروف اليومي وباش يخلص القرض اللي قبله حتى ما خلطش. اعطيني يهمني ولا ما يهمنيش، خلينا نكملوا. شكري بوزيني ساند لعبير موسي يساندها ويعطوا الاعتصام الرحيل ويصف عبير موسي بالاسطوره. يهمك ولا ما يهمكش؟ لا انا ما يهمنيش، انا رايو احترم. انت ساند حزب ولا ما عادش؟ لا ما نساند حتى حزب انا. لا لا لا. مغني الراب سمرة مازال مقبوض عليه في دبي، يهمك ولا ما يهمكش؟ يهمني بياسر، يهمني كل مواطن تونسي انا، وكل مواطن عربي بصفه خاصه، وكل مواطن بعامه، وكل مواطن تونسي بصفه خاصه. ان شاء الله ربي يخلص وحده، وان شاء الله ان شاء الله ربي يخلص وحده، ان شاء الله كل واحد من 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 موقعه باش يتحرك باش يفيد هذا الرجل، فمسكين ان شاء الله ربي يخلص وحده. عايش عطية ولد مقيمه في مصر، يهمك ولا ما يهمكش؟ ربي ما عايشه طفله عزيزة وغالية وممتازة وفنانة كبيرة، فموقعها يعني تنجم تلقاها في أي بلاد في العالم الأوروبي ولا حتى في في أي بلدان بلاد العالم. من العمارة باش تعرس في الصيف، يهمك ولا ما يهمكش؟ يا عيني يا عيني يا عيني عيني. شرط استدعاني. وعليش؟ احنا ماناش باستدعاء، احنا نمشي طول. اي خاطر برشا زملاء ربما تنسى مسكينة فهمت؟ أما كان تمشي أنت حتى ربي هنا تمشي نمشي. بيان سور. ربي هنا إن شاء الله. فوالا. معناتها هذه الاكتواليتي، حابين نفردوا شويه العباد بشويه اكتواليتي فنيه، ما كل اكتواليتي غمه 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 وناس نرفزه وناس على حسابها، ما عادش ما عادش تفهم حد شيء. الوضع فوزي بن قمره يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. خلينا نلعبوا لعبه لافيشات. لا ايزي خلي واحد راهي كهوه في برك، خليها كان انترفيو حلو، كان لقاء حلو. اشكرك جزيل الشكر. استنى تشكر فيه قبل ما نشكرك انا. باهي امشي. لافيشيت مع الفنانين وانت تصويرتك اكبر ولهم اكبر. والله ما تهمني يا نوف، تعرفش يهمني انا نوف المضمون. اه المضمون. المضمون شنو هو؟ المضمون نتاع اللب نتاع الخدمه. المضمون. اه فوالا. المضمون باش تقدم، افيش كبير انا صغير ما يقلقنيش. المضمون اللي داخل يتفرج فيا باش يستمتع. ويعرف اللي عنده حاجه بولور. جستومون. وهذا هو فوزي بن قمره سيف السنة. حفلها. ميرسي بوكو فوزي بن قمره، نشكرك هنا ساعه، عندك اشهر ما عملت حتى حوار، سمعنا سيرتو استمتعنا بالموسيقى نتاعك. نعم. في الحوارات زلبحتنا وخرجت اللي تحبه واللي ما حبيتش زبيتو وكعوايدك. بارك الله فيك. تبارك الله عليك، خبره وليد في الاعلام وتعرف تجاوب، نورتنا صديقي. خلي لي كلمه الختام وتحيه لمحبي فوزي بن قمره الكل، واستناو سيف مهبول سنة مع فوزي بن قمره. نرجعوا للكليب ان شاء الله تفرجوا فيه على اليوتيوب، تورا هكا تفرجوا فيه. شين فوزي بن قمره. نشكر كل واحد ساهم معايا في نجاح الكليب، كل الناس كل باش ما ننساش يعني فهمت، نشكر الناس كل. المدام السقلي سكلي جات من مستير وجابت الحوايج اليوم وشفت استمتعنا باللباس التقليدي الباهي فهمت. حمدي لكل صحابي كل نوسة عزيزي المكلفه بالاعلام والملاصقه العامه اللي تلصق بين الناس كل. أستاذ علي الفوتوغراف خبيب الموزع العزيز الغالي مروان زايدي النقل اللي بعث معايا كار من أضخم ثم أخونا سليم جاب الله. أشكر كل واحد ساهم معايا في نجاح هذا الكليب، يعطيكم الصحة الكل. إن شاء الله أشوف السنة تشوفوني في نوعية أخرى جديدة. أستاذ نوفل أنت أشكرك مرة أخرى جزيل الشكر. منورنا. كل من جي نستمتع معك. منورنا. ونشكر الإيكيب نتاعك اللي كلموني راقد فايق قايم ناكل راقد ما يعرفونيش عليا ألو 700,000 مرة، وكل ما يكلموني يقولوا سامحني سامحني قلقتك. تربية. إي شنو تربية؟ شنو تربية؟ يمرجي كما بتربية. إي لا وش عملك مثلا أنت راقد أي؟ آه راقد أي تو نكلمكم بعد. يا أخي أنت قومتي تعرف هذيك؟ عاش كان فيهم بعد. آه راقد أي تو نكلمك مشوار آخر. بالله احكي لنا نكتة في القافلة. امشي امشي. ها؟ امشي اي نقطة. عندي نقطة في التليفون، نقطة في التليفون بتاعي ولا كان عاش كان يجيبوا لي تو. لحظة. ابعث لك بعث لك. بعث لي نقطة. حلوة برشا هذيك، حلوة برشا. يلا فوزي ديما تبعث لي نكت. حلوة برشا هيك، حلوة حلوة برشا. يلا نختموها بالنقطة. التونسي قال لمرته قال تعرف اللي الخلفاء العباسيين كانت ألقابهم حلوة برشا. يعني مثلا المعتصم بالله، الواثق بالله، المتوكل بالله. قال اش قولك انت لو كنت مكانه مدام الناس هذوما شنو اللي تنسب لقب بلية؟ فرح هو سنه في مرته باش تقول له لقب حلو برشا. قالت له ردت عليه قالت له انت واحد من سنين. اما
العياذ بالله ولا شكوى لله. ودونك ردوا بالكم على نساكم. نعم. وتلهوا بدياركم وربي يفضلك فوفو وان شاء الله ديما ناجح صديقي. ولادنا قدمين امتحانات ان شاء ربي نجحهم كل شهر. ربي نجحهم برشا. ميرسي بوكو خويا. باترون شكرا لك فوزي بن قمرة. عايشك. نورنا الليله في ديما لاباس واستمتعنا معاه فوزي بن قمرة. يلا ديما لاباس متواصله فاصل ثم سنعود.